السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، من أكثر الأشياء اللي بيشوفها معظم الناس إن لم يكن كلهم رؤية الذهاب إلى المستشفى. متهيألي ما فيش إنسان ما شافش في منامه إنه في مستشفى أو أنه يذهب إلى المستشفى، ولذلك هذا الموضوع مهم للغاية. بداية للشاب الأعزب وحتى البنت العزباء، رؤيتهم أو رؤيتهما للمستشفى بالنسبة للشاب الأعزب زواج، بالنسبة للبنت العزباء تحقيق أمنية غالية صعبة المنال سوف تتحقق لها. بالنسبة للشاب الأعزب الخروج من المستشفى شفاء لو أنه مريض، وتحسن أوضاع لو أنه ليس مريضا. أما بالنسبة للبنت العزباء دخولها المستشفى رؤية من الممكن أنها تفزعها، لكنها لا تعلم أن الرؤية محمودة للغاية. رؤية البنت العزباء وهي تدخل المستشفى، هذه الرؤية تدل على زواجها إن شاء الله. الخروج من المستشفى لها معنيين ليس لهما ثالث، إما راحة نفسية وإما سعادة إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية البنت العزباء أنها تزور شخص عزيز عليها في المستشفى، هذه الرؤية لها معنيين، إما أنها تدل لها على الزواج، وإما أنها تدل على تحقيق أهداف لها في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، ده بالنسبة للشاب الأعزب وبالنسبة للبنت العزباء. ندخل على المرأة الحامل. رؤية المرأة الحامل أنها تزور شخصا في المستشفى، هذه الرؤية تدل على أنها ينبغي عليها أن تبتعد أو تمتنع عن التفكير في أمور تصيبها بالقلق والتوتر. بنقول لها هدي نفسك وريحي بالك وما تفكريش في الأشياء اللي بتتعبك. وقيل أن هذه الرؤية وهي رؤية زيارة المستشفى للمرأة الحامل، لو كانت الزيارة في الشهور الأخيرة هذه الرؤية تدل على قرب الولادة. رؤية المرأة الحامل أنها تلد في المستشفى، هذه الرؤية تدل على أن كل من يراها في المنام أو تراهم في المنام وهم يزورونها فهؤلاء الأشخاص يحبونها في الحقيقة. يعني إيه الكلام ده؟ المرأة الحامل شافت أنها بتولد في المستشفى، كل الأشخاص اللي تعرفهم تشوفهم معاها في الرؤية، بنقول لها الأشخاص اللي معاكي دول ممكن بقى تكون أخت زوجك، أختك، أمك، أبوكي، حماكي، حماتك، أصدقائك، أي حد تشوفيه معاكي في الرؤية دي اعرفي أن الأشخاص اللي انت شفتيهم الأشخاص دي بالفعل بيحبوكي. خلاص كده؟ دي بالنسبة للمرأة الحامل. طيب، ندخل على المرأة المتزوجة. رؤية الأطفال في المستشفى، هذه الرؤية تدل على الفرج. رؤية المرأة المتزوجة للمستشفى وهي نظيفة، هذه الرؤية تدل على الاستقرار. ولو كانت المستشفى متسخة وغير نظيفة تدل على عدم الاستقرار. رؤية المرأة المتزوجة وهي تدخل المستشفى، هذه الرؤية تبشرها بالحمل إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية المرأة المتزوجة للمستشفى وهي مريضة، هذه الرؤية تبشرها بالشفاء. رؤية زيارة المرأة المتزوجة لمريض تعريفه في الحقيقة، هذه الرؤية تدل على البركة والمال. رؤية مريض لا تعرفه وهي تزوره في المستشفى، هذه الرؤية تدل على زوال الكرب إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية زيارة الممرضة لها في المنام، شافت إن هي نايمة على سرير في المستشفى وفي ممرضة بتزورها، هذه الرؤية تدل على القبول بين الناس اللي يشوفوها في الحقيقة هيحبوها،
وهيتعاملوا معاها ويبقوا مرتاحين في التعامل معها. رؤية الممرض، احنا قلنا الممرضة وهي والممرضة وهي بتزورها، طب ممرض هو اللي بيزورها. هذه الرؤية تدل على التوافق بينها اللي هي المرأة المتزوجة، بينها وبين زوجها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب رؤية المستشفى للرجل المتزوج، هذه الرؤية تبشره بالسعادة مع زوجته، والخروج من المستشفى تدل على زوال الكرب وتفريج الهم بالنسبة للرجل المتزوج. رؤية الرجل المتزوج لمريض في المستشفى، هذه الرؤية تدل على الشفاء لو أنه مريض. رؤية الشاب الغير متزوج الأعزب وهو ينام على سرير في المستشفى، هذه الرؤية تبشره بالزواج، بخلاف رؤيته للمستشفى التي ذكرتها في البداية. رؤية المستشفى وهي نظيفة للمتزوج، هذه الرؤية تدل على زوال الهموم، وهذه الرؤية للأعزب تدل أيضا المستشفى النظيفة للأعزب على الزواج. رؤية السرير فقط تدل على التغيير للأفضل إن شاء الله. رؤية النوم على سرير في المستشفى وهذا السرير غير مريح، هذه الرؤية تدل على الأزمات والمشاكل في الحياة ومع شديد الأسف. رؤية الذهاب للمستشفى للعلاج للرجل المتزوج، هذه الرؤية تبشره بالأخبار السارة والسعيدة، وربما تدل على قدوم مال له إن شاء الله تبارك وتعالى. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.